أهلا معكم أخوتي الأحبة، وأهلا وسهلا فيكم مع جماعة فرح الإنجيل. مع بعضنا البعض عملنا هالتأملات وهالدراسات على مدى 6 أسابيع حول العهد القديم، واليوم رح بيكون في عنا آخر جلسة عن الأنبياء. هيك بنكون غطينا مساحة واسعة جدا من العهد القديم. فإذا أخوتي الأحبة، اليوم نحن عم نشتغل الأنبياء، يلي هو أحد كتب أو أحد مجموعة أسفار العهد القديم. حتى نشوف أول شيء شو بيقولوا الناس عن النبي، من هو النبي بحسب مفهوم الناس. بس نقول نبي، دغري الناس بتروح على المستقبل أو على البصارة أو على البراجة أو على الفنجان أو على فتحة المندل أو على الكف. فإذا النبي الحقيقي بحسب الكتاب المقدس منه مبصر، مش عم بيبصر، مش عم يتنبالك، بمعنى انت عبكرة شو بدك تاكل، او انت عبكرة شو بدك تلبس، او انت عبكرة مين رح بتكون زوجتك، فاذا او شو وظيفتك. فاذا النبي بحسب اللاهوت المسيحي منه حدا عم بيوفر عليك تعب انك تصنع مستقبلك. فاذا هو مش مبصر ولا عم يقرا فنجان. فاذا النبي، اذا بدي اخذ كلمة النبي بحسب اللغة اليونانية بروفيتس، يلي بتعني حرفيا، بتعني يلي بيعلم ويلي يعلم، فعندها معنيين بحسب اللغة اليونانية، يلي مكتوب فيها الكتاب المقدس العهد الجديد، واللي مكتوب فيها النسخة السبعينية يلي من العهد القديم. فإذا النبي أو البروفيتس هو يلي بيعلم ويعلن. ولكن وين؟ وين بيعلم؟ وين يعلن؟ قدام جماعة، مش وحده بالبيت، يعني مش قاعد بغرفة مسكرة وبيعلم بيحكي لحاله قدام المراية، هذا مش نبي. مثلا النبي على طول في وسط الجماعة، قدام ناس عم بتفتش عن مشيئة الله بحياتها، أو عندها أزمة إيمان بحياتها. فإذا النبي هو يتكلم، يعلن ويعلم قدام جماعة. هلأ شو بيعلم وشو يعلن؟ 4 شغلات: بيعلم الحقيقة، يعلن الحق، يعلم الحياة والحكمة، ويعلن إنه الضمير موجود بقلبك يا إنسان. فإذا النبي يعلم الحقيقة حول الحياة، حول الوجود، حول المستقبل، حول الواقع، حول معنى الحياة، حول الموت، حول الإيمان. بيعلم الحق، يعني كيف بتسعى لهالحقيقة بطريقة وبطريق مستقيم، ما فيها تلوفك، ما فيها تزعبر. بيعلمك تعيش بحسب وصية الله، وبيعلمك تكون إنسان عايش بحسب ضميرك اللي هو صوت الله. يعني إذا غاب صوت الله بضميرك، لا سمح الله، بيجي النبي بيحكي، يعلم، بيكون هو صوت الضمير. إن لا سمح الله، إذا ضميرك كان تعبان أو كان بعالم آخر. بحسب العهد القديم، من هو مثال النبي؟ موسى، موزس. وباللغة العبرية ما بنسميه نبي، نبي، بنسميه هالنبي. اللغة العبرية مثل العربي، فيها آل تعريف، يعني نبي أو النبي. فإذا موسى وقت اللي بيحكوا عنه بالتوراة ما بيقولوا نبي نبي، بيقولوا هالنبي، يعني هذا النبي، يعني هذا الموديل، هذا التيب، هذا النبي الحقيقي. ليش موسى سموه هالنبي؟ ليش هو كان مقياس الأنبياء؟ لأنه كلم الله، حكي مع الله وما مات، هناك بنسميه كليم الله. شاف الله وحكي مع الله وما مات. بالوقت اللي كان في تقليد يقول إنه كل نبي بيشوف الله بيموت. فإذا هو شاف الله وحكي مع الله ولم يموت. 2، الله عطاه رسالة، يعني عطول في رسالة بحياة النبي.
في رسالة من الله. عطول بيقول له اذهب وقل لشعبي. كل مرة بيلتقى الله على النبي الله مع النبي مع موسى تحديدا بيقول له روح قول لشعبي اذهب وقل لشعبي. هون قال له مرة موسى قال له أنا ما بعرف أحكي أنا بتأتئ. ساعتها قال له أنا بعطيك قوة ما تخاف بس روح لعند شعبي. وثالث معيار هو أنه عطول بيعطيه وصايا للشعب، مش بس عنده رسالة، مع الرسالة في وصايا، وصايا حياة. شرحناها يمكن من فترة وقت اللي حكينا عن الوصايا، قلنا أنه الوصايا هي كلمات حياة. فإذا النبي مؤتمن من الله أنه يعطي كلمات حياة للشعب السائر في الظلمة. بالعهد القديم في عنا نوعين من الأنبياء، نوعين. أول نوع بنسميهم الأنبياء الأقدمون أو الأولون، يلي موجودين بتاريخ الشعب العبري من وقت ما فاتوا على أرض الميعاد مع يشوع بن نون لحتى ما انقسمت المملكة قبل السبي. النوع الثاني هو الأنبياء المتأخرون أو الجدد، يلي بيّنوا بإسرائيل إن كان بالمملكة الشمال أو الجنوب قبل السبي وبقلب السبي وبعد السبي، تحديداً السبي الكبير يلي صار سنة 578 قبل الميلاد. نبوخذنصر والأشوريين إجوا احتلوا المملكتين وأشوا الشعب اليهودي كله سوا، أشوهم كلهم سوا لوين؟ على بابل. يعني مش هجرة إرادية، السبي يعني أخذوهم غصب عنهم، هجرون تهجير، هجرون من أورشليم ومن أرضهم إلى بابل حيث عاشوا كالعبيد. هلا كيف بنحدد مع بعضنا نحن الناس اليوم، كيف بنحدد من هو النبي الصادق والحقيقي من النبي الدجال أو الكذاب؟ أولا النبي بيحكي عن وحدانية الله، يعني ما بيحكي عن آلهة، بيحكي عن الله واحد ما في غيره، مخلص وحيد ما في غيره، وبيرفض الآلهة الغريبة. المعيار الثاني هو انه هالنبي برسالته بيكون بيحب الشعب وبيدافع عنه ضد الظالمين، يعني على طول موقفه هو مع الناس المظلومين، مع الناس التعبانين، مع اليتامى، مع الارامل، مع المقهورين. ثالث معيار، على طول الله بيحقق كلمه النبي، يعني يلي بيقوله النبي الله بيعمله، والله بيدافع عن كلمه النبي. وممكن كثير النبي يموت بس كلمته ما بتموت. نبي بيموت ولكن كلمته ما بتموت. ليش؟ لأنه هي كلمة الله، هي كلمة الله. فإذا بوصل لخلاصة أنا وياكم عن شخصية وهوية الأنبياء أو النبي بحسب كتاب مقدس. فإذا هو حكيم عصره، زلمة عنده حكمة، يعني منه زلمة ما بيعرف يفكر، ما بيقشع، ما بيتبصر، بالعكس هو إنسان بيفكر كتير وبيقشع أكتر من غيره، عنده حكمة بحياته، حكمة روحية وحكمة إنسانية وحكمة لاهوتية. النبي بيقرأ الواقع اللي عم بيعيشه الشعب عضو شو؟ عضو التاريخ المقدس، عضو تاريخ الشعب مع الله ومسيرة الشعب مع الله، وبيحط قدامه الخبرات السابقة انه الله عطول مخلص كان. فاذا ما تخاف يا شعب، وبيقرأ كلمة الله وبيقرأ الشريعة وبيحطها بقلب الواقع. هيدا دور النبي. فاذا النبي هو انسان بيقرأ الواقع، بيقرأ التاريخ، بيقرأ الزمن، بيقرأ الخطية، بيقرأ الكوارث، بيقرأ مسيرة الشعب، بيقراهن على ضوء كلمة الله، بيحط هالحدث قدام كلمة الله وبيقول يا عمي انتو هيئتكم بعاد عن كلمة الله وبعاد عن الله. مثلا بيستنتج النبي بيقول كل مرة هالشعب عم يبعد عن الله عم يقع بمشاكل،
شغله كثير هينه. النبي عم يستنتج وعم بيذكر الشعب وعم بيقول لهم يا جماعه الخير، انا صوت صارخ في البريه، كل مره انتم عم تنسوا وصايا الله عم تفوتوا بالحيط. هي معناتها. فاذا نحن صرنا قدام مش مبصر ولا تبصير، ولكن نحن قدام تبصر. تبصر يعني انت عم بتشوف بضوء الروح القدس. من هون نحن بالمعمودية شو بناخد يا جماعة؟ نحن بناخد ثلاث نعم كبار او ثلاث مواهب كبار، يلي هنن الكهنوت والملوكية والنبوءة. أفسرهم شوي. نحن بالمعمودية بناخد الكهنوت، كهنوت العام بنسميه، يعني كل إنسان مدعو يقدس حياته بمسيرة وبيقدم حياته ذبيحة للرب، مسيرة قداسة. فإذا أنت كاهن حياتك، أنت كاهنة حياتك، بمعنى أنا عم أقدم حياتي ذبيحة للرب لحتى أتقدس. ناخد كمان الملوكية، يعني كلنا بنصير ملوك لأنه الله هو ملك، والله عم يتبناك وعم يعطيك ورثة، أنت عم تورث مع الله. فإذا أنت ابن الله عم تصير وعم تورث معه الملوكية، لأنه ابن الملك هو ملك. وتالت شغلة، تالت موهبة كبيرة، هي أنه أنت بتصير نبي. كل معمد هو نبي، بمعنى أنت بتقرأ كلمة الله وبتقرأ حياتك على ضوء كلمة الله، وبتشوف حالك قديشك بعيد عن مقصد الله، وقديش بدك تشتشت بحالك لحتى ترجع تمشي بطريق الله. فإذا كلنا أنبياء، وكل حدا منا عنده روح القدس، معناتها هو قادر يقرأ حياته بهالتوجه هذا. فإذا بوصل معكم كمان لخلاصة، لكن حتى بضميرنا منيح، شو هي النبوءة المسيحية وبحسب العهد القديم وبحسب كتاب مقدس، ومين هن الأنبياء؟ لو حتى مش على طول بس نقول نبي، نفكر إنه في نوع من تبصير أو فنجان قهوة. فإذا النبوءة هي إنك تقرأ كل يوم بشكل جديد الكتاب المقدس، كلمة الله، وتطبقها على واقعك. أعطي مثل، امبارح قرينا إنجيل لا تخف أيها القطيع الصغير، ما هيك؟ تقرأ هالإنجيل وبتقول يا عمي طيب أنا فزعان من بحياتي، أنا أنتمي لهذا القطيع الصغير، ما أنا شخص بهالقطيع الصغير وعندي راعي عم بيقول لي هالراعي لا تخف. طيب أنا فزعان بحياتي، هل تشوف بقرأ حياتي بعمل فحص ضمير، شوف يا عمي أنا هالتورة أنا فزعان، عم نعيش حالة خوف وحالة فزع وحالة قلق. إذا فزعان فإذا ما عندك إيمان، وإذا خايف ومتوهر ما عندك إيمان، وإذا بتغرق بكشتبان ماي ما عندك إيمان. فإذا هيدا صوت النبي بحياتك، فإذا أنت نبي حياتك، مثل ما الكاهن بالوعظة أو بالتعليم أو بالكتب اللي بنقراها أو بالصلوات، هذه كلها عم تنورنا، كلها عم تنورنا حتى نفهم حياتنا. فإذا النبوءة بتعني أنه أنت عم تفهم كلمة الله بطريقة جديدة كل يوم، بطريقة جديدة، لأنه كلمة الله هي كلمة حياة ما بتموت، مش هي ذاتها عطول، لأنه اللي عم بيقوله هو 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 حي، يعني بيقول كلمته لابولين وبيرجع بيقولها هي ذاتها لريما، وعند اثنين عنده نفس المفعول، مفعول خلاصي، ولو كانت حياة بولين تختلف عن حياة ريما. هذه كلمة الله. كمان كونك نبي بحياتك، انت قادر تقرأ علامات الأزمة يا جماعة. هيدي أهم توصيف للنبوءة المسيحية، انت تقرأ علامات الأزمة. أعطيكم مثل، انت بتكون سايق سيارتك بضوي قدامك ضو البنزين، تتذكر يا عمي أنا لازم روح عبي بنزين أو ضو الفرام. نفس الشيء بحياتنا الإيمانية وحياتنا التاريخية، في علامات أزمنة من خلالها بفهم مشروع الله أكثر وبفهم دعوتي بهالمشروع وين.
علامه الازمنه بنسميهم، مثل ما انت بتشوف الشمس منوره بتقول رح بيكون في شوب اليوم او مغيمه رح بتشتي. طيب ليش انت شاطر انك تفهم علامات المناخ وتشوف انه رح بتشتي ومش قادر تفهم انه انت بلا كلمه الله بتموت، وبلا كلمه الله انت ميت، انت في الموت. فاذا هالعلامات الازمنه يلي بيستخلصها النبي لحتى يفهم الناس اللي عايش معهم عن مخاطر الابتعاد عن الله. فاذا النبي مش عم بيبشر بالشر، بس عم بيقول لك انتبه يا انسان، لانه اذا ما عملت هيك النتيجه هي شر. فاذا هو مش نبي بمعنى عم يتنبأ انه انت طريقك حكما هي طريق شر، او النتيجه هي حكما طريق شر. انت فيك تغير حياتك يا انسان. فاذا دعوه النبي هو انه يكون صوت صارخ لحتى يغير عقول الناس ويردوا لله. اليوم انا اخذت لكم نص رح نقرا مع بعضنا قبل ما نعمل هيك وقفه صغيره مع الموسيقى والترنيم. هالنص اخذته من اشعياء. هالنص بنقراه دائما باسبوع الالام بطقسنا الماروني، اسمه نشيد عبد الرب متالم. بتشوفوا ايام كمان باسم تاني نشيد عبد يهوى المتالم، نفس الشيء. رح نقراه انا وياكم وبعدين نعمل وقفه صغيره ونتابع حلقتنا الليله مع جماعه فرح الانجيل والانبياء. فاذا اشعياء 42 من اي 1 لاي 4، اربع ايات رح نقراهم سوا انا وياكم. هو ذا عبدي الذي اعضده، مختاري الذي رضيت عنه نفسي، قد جعلت روحي عليه، فهو يبدي الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع صوته ولا يسمع صوته في الشوارع، القصبة المردودة لن يكسرها والفتيلة المدخنة لن يطفئها، يبدي الحق بالأمانة، لا يني ولا ينثني إلى أن يحل الحق في الأرض، فلشريعته تنتظر الجزر.